هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم النهارده في فيديو جديد، والفيديو النهارده هنعمل عمل يدوي حلو جدا. واول حاجه نستخدمها هنجيب ورق. انا جايبه ورق كده وتخين شويه، وهبدا ارسم عليه قلب، شكل قلب كده. وده شكله، في قرار اني ارسم كل الصفحه. ده شكلهم بعد ما رسمتهم 3، وتنيت الورقة علشان لما اجي اقص الواحدة تبقى دبل، تيجي 2 بدل ما بستعمل كذا ورقة. ولقيتهم طلعوا 6، ده بعد ما قصيتهم، فما احتجتش اني اعمل تاني. وده شكلهم، فبدأت اخد واحدة واحدة كده واتنيها نصين كده على قد بعض. هما ما كانوش متساويين قوي لان انا بعرفش ارسم، بس الى حد ما كانوا حلوين وبدأت اعملهم كده. وده شكلهم بعد ما عملتهم كلهم اللي هو تنيتهم كده. وجبت ورقة برضو بس ملونة، وبدأت تنت كده، وخدت عليها القلوب ديت. وجبت بريت اللي هو السمغ، ممكن انتوا تستخدموا اي لصق عندكم. وجبت وبدأت ألزق من الجهة كده واحطها على الجهة التانية على الورقة زي ما انتوا شايفين في الفيديو. وبدأت أعملهم كلهم كده، بدأت ألزقها، لازم تتكوا عليها علشان تلزق كامل. وبدأت ألزقهم كلهم. وده شكلها بعد ما لزقتهم كلهم وقفلتها تاني علشان اتك عليها، عشان أأكد اني اتك على اللزق جامد ويلزق. وده شكلها، ممكن كل ما تكتروا وكل ما تعملوا اشكال تانية يبقى شكلها احلى. وبدأت اكتب اسم القناة كارلز لايف. وده شكلها في النهاية خالص بعد ما خلصتها، شكلها حلو جدا. وممكن انتي تكتبوا في المكان ده اي عبارة تانية او كده. وده شكلها وانا حطاها زي ديكور او كده، شكلها جميل جدا. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي.